مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف الحيوانات الأليفة والبرية وغيرها من الحيوانات المتوحشة. عندنا اليوم أحد أنواع القرود، مكاك قنصري أو المكاك القبعة أو القرد ذات القبعة. هو نوع من الحيوانات يتبع جنس السعدان، المكاك من فصيلة السعدين العالم القديم. هو البني المحمر بلون العالم القديم قرد المستوطنة في سريلانكا، حيث كما هو معروف في ريولا أو ريولا السنهالية، من هنا جاءت كلمة ريولا ريولو. في قاموس أكسفورد الإنجليزي يشير اسمها إلى دودة الشعر، يعني عنده تاج شعري على رأسه، عنده تاج الرأس تكنى بغطاء القبعة بدون حواف. الموطن جميع أنواع الغابات في سريلانكا، ومع ذلك في غابات المناطق القاحلة الواقعة على الأطراف الساحلية في الشمال الغربي والجنوب الشرقي لجزيرة فان، الأنواع المحصورة في غابات منارة الغابة بالقرب من نقاط المياه الدائمة. تقع غابات سريلانكا في الثلثين الشمالي والشرقي من الجزيرة، من الغابات شبه المتساقطة الثلث الجنوبي الغربي مغطى بالغابات الاستوائية المطيرة. تكيف قرود بالمكاك بسهولة مع البيئات التي يزعجها البشر خاصة للزراعة بالقرب من المواقع الدينية، لكنها لا تزال لا تغامر بدخول المدن كما تفعل الأنواع الأخرى من قرود المكاك. وصف: يبلغ طول جسم الرأس حوالي 40 إلى 55 سنتيم، يبلغ أقصى وزن 8 كيلوغرام فقط، ويعادل قرود القبعة السيلانية الأصغر من نوعه. الفراء قصير، لها لون بني رمادي من الأعلى وبياض من الأجانب السفلي، ويوجد في أعلى الرأس رأس من الشعر البني أو الأسود. أسلوب الحياة: طبعا كثير من المعلومات عن القرد تجدون الرابط أسفل الفيديو. التكاثر، التهديد أو الانقراض، الاستنساخ، النظام الغذائي. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.